الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معالي السادة الوزراء والعلماء والقراء والسفراء، ضيوفنا الكرام، الجمع الكريم، يسرني ابتداء أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أنقل لحضراتكم تحياتي معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة. كما يسرني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر، وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وبعد، فإن الكمال لله وحده ولكلامه ولكتابه العزيز، فهو كتاب الكمال والجمال لغة وأسلوبا ومعنى ومضمونا. فالجمال والكمال يتدفقان منه تدفقا لا حدود له ولا شاطئ له، فهو الكتاب الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه، فلا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب. فهو أصدق الحديث وأحسنه وأعزبه وأبينه وأبلغه وأفصحه وأزكاه وأطيبه وأصدقه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يقول الحق سبحانه: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى انطلق قائلا: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. القرآن شفاء نستشفي به، شفاء ورحمة، حيث يقول الحق سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جاءت كلمة شفاء عامة تشمل كل شفاء يذهب إليه عقلك، نستشفي به لقلوبنا وأرواحنا وأجسادنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو نور مبين، حيث يقول الحق سبحانه: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو أحسن القصص، حيث يقول سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص وأحسن الحديث،
حيث يقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم يدرك أبعاده من يدرسون علم الكونيات والنجوم ومواقعها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ويقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهو الكتاب الذي لا يمكن أن يناله التحريف ولا أن ينال منه تطاول المتطاولين، لأنه محفوظ بحفظ من لا يقوده حفظ السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء حفيظ. فهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلما ازداد تطاول المتطاولين عليه كان ردنا عمليا تطبيقيا بمزيد من العناية به حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا سلوكا وأخلاقا ومنهج حياة مع إكرام أهله وحفظته. فقد علمنا ديننا التسامي والرقي، وهذا هو منهج قرآننا الذي يحاولون النيل منه، ولكن هيهات. علما بأنه كلما تطاول متطاول على كتاب الله عز وجل ازداد إقبال الباحثين على دراسته وزاد عدد المؤمنين به. فلا يتطاول على كتاب الله ولا يصد عنه إلا شقي، حيث يقول الحق سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، بينك وبين من؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والحجاب في دنيا الناس يكون ساترا، وعبر هنا باسم المفعول وأراد اسم الفاعل دلالة على شدة الطبع على قلوبهم وأبصارهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ويقول سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه كتاب القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في أسمى معانيها، يحدثنا عن كل شيء جميل، عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والعطاء الجميل والدفع الجميل واللباس الجميل. والحديث عن جماليات القرآن يطول، فنكتفي باليسير، حيث يتحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل وهو الذي لا شكوى معه. فيقول سبحانه على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويتحدث عن الصفح الجميل وهو الذي لا من معه، فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل. ويتحدث عن الهجر الجميل حتى مع الأعداء والكفار والمشركين والمتطاولين، فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون
واهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا أذى معه ولا فسوق معه ولا سباب معه، وهذا هو منهجنا مع الذين يحاولون النيل منا أو من ديننا أو كتابنا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وتحدث القرآن الكريم عن العطاء الجميل الذي لا من فيه، حيث يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول سبحانه: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وتحدث عن الدفع الجميل فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتحدث عن اللباس الحسن الجميل فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمل اللباس ما تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول السمو لابن عادياء الشاعر الجاهلي: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. فنحن كماء المزن الصافي، فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. وما أوقدت نار لنا وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. ولو تتبعنا مواطن الجمال والكمال في القرآن الكريم لفظا ومعنى لطال بنا الحديث، وحسبنا أن نضع بإذن الله بين أيدي حضراتكم شذرات يسيرة من ذلك سجلناها في كتابنا الكمال والجمال في القرآن الكريم. وختاما أقول: هنيئا لكم أهل القرآن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا أبين وأوضح من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. أتمنى لجميع ضيوفنا طيب المقام، وللمتسابقين كل التوفيق، وأؤكد: كلكم فائزون بالقرآن. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالقرآن وبركة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعل القرآن شاهدا وحجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعنا يوم الزحام. مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.